على الهاتف الدكتور بهاء الدين أبو شقة، المحامي بالنقد والفقيه القانوني. دكتور، برحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا دكتور. يعني عايز أسمع تعليق حضرتك على إجراءات اللي اتخذها النائب العام في الطعن على براءة مبارك ورموز نظامه بعد فترة وجيزة من صدور حكم البراءة، وقال أن الحكم شابه عوار قانوني. ما اتخذه النائب العام فور صدور الحكم من تكليف المكتب الفني، وهذا المكتب بيجمع خيرة رجال النيابة العامة علما وقانونا، فحصوا أسباب الحكم، تبين لهم من واقع الخبرة العملية أن هناك عوارا ربما قد يكون أصاب إجراءات المحاكمة أو أصاب العوار أسباب الحكم. فبناء على ذلك النائب العام وهو الأمين على الدعوة العمومية التي تحافظ على حقوق المجتمع أصدر قراره الذي صدر منذ ساعة تقريبا، وهذا القرار يتفق مع صحيح القانون في هذا الخصوص. النيابة العامة بمقتضى النصوص القانونية في هذا الخصوص لها الحق في الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم. إجراءات الطعن تكون بتقرير من محامي عام على الأقل، وبمذكرة بأسباب الطعن بالنقد. هذين الإجراءين لابد أن يتم متلازمين وفي مدة لا تزيد على 60 يوما، يعني أعتقد بالحساب أنها تنتهي في يوم 28/1/2015، ثم ترفع بعد ذلك لمحكمة النقد. تقوم محكمة النقد بنظرها، محكمة النقد بتكون أمام السيناريوهات الآتية: إما أن ترى أن يعني بعد أن تتحقق من الإجراءات الشكلية، عندما تعرض الموضوع إما أن ترفض الطعن موضوعا، وبذلك نكون أصبحنا أمام حكم بات، وإما أن تقبل الطعن موضوعا. ففي هذه الحالة وفقا للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، باعتبار أننا أمام طعن للمرة الثانية، فبتحدد جلسة أمامها لنظر الموضوع. عندما تنظر الموضوع بتتحول محكمة النقض من محكمة قانون بحت إلى محكمة موضوع، وبيتبع أمامها الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات. وفي هذه الحالة بيكون للمتهم ولدفاعه كافة الضمانات والحقوق التي قررها القانون بالنسبة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات. يعني هيتم حبسه مرة أخرى قيد التحقيقات ويعاد محاكمته أمام محكمة النقد؟ أنا أقول لحضرتك، محكمة النقد في هذه الحالة عندما تصدر حكم في الموضوع تكون أمامها السيناريوهات الآتية: إما أنها تؤيد الحكم القاضي بالبراء، الأحكام، الحكم الأخير الذي صدر يوم 29/11، وبذلك يصبح الحكم بات، وإما أن تقضي بالعقوبة الواردة في الحكم الذي صدر في المحاكمة الأولى التي كان يترأسها المستشار الفاضل أحمد رفعت، وإما أن تقضي بعقوبات مغايرة أخرى بما تراه وفقا لسلطتها كمحكمة موضوع في تقدير الدليل وتقدير العقوبة. دكتور بهاء حضرتك قلت نقطة مهمة جدا جدا، اسمح لي أتوقف عندها. يعني ممكن محكمة النقد إذا تصدت لهذه القضية من حيث الموضوع ممكن أن تحكم على مبارك ورموز نظامه بحكم الأولاني مش بالحكم الثاني؟
تحكم بالحكم ممكن تحكم بالحكم الاول ممكن تحكم بالحكم الاول وممكن تحكم بالحكم الثاني وممكن تحكم بعقوبه مثلا بدل مثلا ما يكون سلطتها بدل مؤبد تحكم ب 15 تحكم ب 10 لان ذلك يدخل في سلطتها في تقدير العقوبه كمحكمه موضوع. بس ده طبعا بياخد كل الاجراءات المتعلقه بالدفوع من اول وجديد ثاني. يعني تتحول لمحكمه موضوع زي ما قلت لحضرتك ويتبع امامها ذات الاجراءات التي تتبع امام محكمه الجنايات. تمام، الشكل بقى والاداء لمبارك ورموز نظامه بيبقوا موجودين على ذمه القضيه بيروحوا ولا بيبقوا محبوسين ولا اذا نظرت كمحكمه موضوع؟ نعم، زي ما قلت لحضرتك بيتبع اجراءات المتبعه امام محكمه الجنايات. لا يجوز، لا يتعين ان يحضر بذاته المتهم، يحضر بذاته، ولا يجوز حتى الان وفقا لضوابط وما تنظمه القوانين الاجرائيه للمحاكمه امام محكمه الجنايات ان يحضر المتهم بجنايه امام محكمه الجنايات بتوكيل، لابد ان يحضر بذاته. يعني لو المحامي الموكل ما لم يكن المتهم موجودا لا يستطيع قانونا، وليس هناك من نصوص قانونية تجيز وتبيح له أن يترافع في غيبته. تمام، فكرة الطعن للمرة الثانية تؤثر سلبا أو إيجابا في مقتضيات أو مقتضيات الأمور وإجراءاتها بالنسبة لنظر محكمة النقد؟ يعني من وجهة نظر حضرتك، وده آخر سؤال، توقعاتك هتكون إيه؟ ما السيناريوهات اللي قلتها لحضرتك هي السيناريوهات المتوقعة قانونا في هذه القضية أو في غيرها. يعني أنا بتكلم، يعني حضرتك تتوقع أن، ما أنا فاهم أن حضرتك بتتكلم كمبادئ عامة، إنما من وجهة نظرك وبحكم خبرتك دلوقتي عندما يعرض الأمر على محكمة النقد سوف تنظر فيه باعتبارها محكمة موضوع أو ترفض وتؤيد الحكم؟ إذا رفضت خلاص، إذا رفضت الطعن موضوعا خلاص يبقى تحصن الحكم الذي صدر يوم 29 وأصبح حكما باتا. إذا قبلت النقد ففي هذه الحالة باعتبار أن النقد للمرة الثانية المادة 39، وحضرتك شايف إيه يا دكتور؟ وإجراءات الطعن بالنقد بتلتزم بتحديد جلسة أمامها لنظرها موضوعا. وحضرتك يعني شايف إيه؟ يعني تتوقع أنها سوف تنظر هذا الموضوع بالفعل وتتولى هي المحاكمة أو إعادة المحاكمة، ولا سوف تؤيد الحكم الذي صدر؟ لا لا لا، ولا صعب يعني التوقع هنا؟ لا لا، مسألة التوقع دي مسألة بالنسبة للإدانة أو العقوبة وقدر العقوبة، دي مسألة الجالس نفسه عضو الدائرة لا يستطيع أن يتنبأ بالعقوبة بقدر العقوبة إذا انتهت المحكمة للإدانة. فكل هذه المسائل مسائل موضوعية، ومسائل القاضي الذي يجلس ويجلس للفصل في الدعوة وبعد أن يستمع في مرافعات، لأن الأصل في المرافعات الجنائية الشفوية والعلنية وحقوق الدفاع، بيسمع كافة أطراف الخصومة الجنائية، بيسمع النيابة والأدلة التي تقدمها النيابة، وبيسمع من زاوية أخرى الدفاع وما يقدمه من أوجه دفاع أو دفوع أو أدلة، ثم بعد ذلك هو الذي يفصل. ولذلك يقال أن المحكمة فصلت في الدعوة. نعم، فصلت في الدعوة أي أنها وازنت بين كافة الحجج والأدلة والبراهين التي يقدمها كل قسم، ثم هي تنتهي. وبهذه المناسبة القانون العقوبات بيعطي مساحة واسعة لسلطة القاضي في تقدير العقوبة. يعني لو جريمة عقوبتها الإعدام زي القتل العمد مثلا مع سبق الإصرار والترصد، أو إذا اقترن بظروف مشددة عقوبته الإعدام. نعم، وصلتني الصورة كاملة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الفقيه القانوني دكتور بهاء الدين أبو شقة المحامي بالنقد، شكرا على التوضيح.